Sí. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة سوفيني كيف كتشوفوا هنا كتوزو الآن في عين حرودة في المركز عين حرودة هنا بالضبط في شارع المختار السوسي مع شارع المغرب العربي. هذه البلاصة هذه كتعرف واحد فوضى على من ناحية من صحاب الكراول يعني المتزولين روينة هذا هنا تدخل ديال السيد القائد والدرك الملكي التصق مع الدرك الملكي لواحد حملة تحسيسية حملة كيف كتشوفوا معنا هنا كتحول كذا هذا كتحول بصح خير الله يحفظك تصبح بخير حيد انت حيد السلام عليكم السلام بخير كيفك بالسوق حيدوز مرايا كتشوف هادي عندي انا
السلام عليكم سيد القائد الصحاب سيد الفلسات بالأبيض بالفعل علي فارغ فنزل في الصباح صوتي بطلع لي موفق وهذا السيد هذا عطان سيدون بسيحة لله مقصود بحضر أصلي أولا هذاك شيء الله يلعب الله يوفقكم الله يوفقكم أنا ربيع أدير واحد بيت هذا أردت تخلو رأس الله إن شاء الله ما أصلا الله يوفقكم سيد القائد ما أمسك ما أدرك بلدين الله يوفق الله يعود الله يوفق الله يبارك فيك تشوفوا معايا مصدقاء شوفوا لنا السيدة القائد مشكورة المجهود الكبير اللي كتقوم به هنا بعين حروضة أنا حاولت نشكرها لها بالصح لأن هذه البلاصة هذه كانت نقطة سوداء نقطة سوداء لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الكرواز اللي بين سميتو اللي بين سالم المختار السوسي وسالم المغرب العربي كانت نقطة سوداء اليوم تدخل ديال مجلس السلطة تنسيق مع الدرك الملكي باش يحاولوا اليوم هذا الشيء صعيب صعيب بزاف لا حول ولا قوه الا بالله هذا السبوم مساكي عندهم قصد جلس طب هو كتسمي الحق خايبه كدوز من السيريه ما تقدرش تدوز بالسياره ديالك ولات الروينه حتى الناس الله يهديهم الناس ما بغاوش يراعيو الناس اللي كيراعيو ومن هذا المسؤول هذا كنطلبوا من الناس المسؤولين باش يحاولوا يفتحوا سميتو السوق النموذجي السوق النموذجي اللي السنين هذه هو مسدود دابا راه زي الواحد 7 سنين ولا 5 سنين هذا وسوق نموذجي جدود والفراشه كيتزادوا الفراشة كيتزادوا اللي كانوا حتى اللي مسار المغرب العربي تحولوا حدا الخنطره ولاو اكثر منهم تزادوا هنا في السريع هنا بفضل السياسه الجديده ديال السيد القائد بالمنطقه تبع هنا بعين حروده الدائره الاولى بعين حروده والسيد رئيس المركز الترابي للدار الملكي بعين حروده اللي قاموا بواحد المجهود كبير باش يحاولوا يحروا هذه البلاصه هذه اللي كانت فوضى كانت نقطه سوداء نقطه سوداء في عين حروده صراحة هذه كانت نقطة سوداء كل الناس كتزيد كتشكى من هذا المكان هذا اليوم انتم كتشوفوا معايا متبقى نشوفوا نتمنى ان شاء الله تكون هكا لان هذه المصلحة للجميع المصلحة للجميع حتى المواطن يدير اراحيل ويجي مرتاح وحتى اللي بغى كاويلا ولا بغى يشرب لا راه كاين بلاصة يقولوا تمشي لها انا حسومة مركز انا حلو ولي بهذه الحالة هذه دابا الحمد لله شوفوا معايا متبقى نشوفوا امور الناس على ميرا امور هذا ميرا هنا الصيدة يعني حروضة وقفة في فيها حسنة وقفة في فيها مع الناس القوة المساعدة مشكورين على المجهود الكبير اللي كيقوموا به ثلاث الأيام الأيام هذه كنعرفوا هنا راه ساكنين هنا كنعرفوا شنو كيوقع القوة المساعدة واحد المجهود الكبير اللي قاموا به ولكن مع الأسف كان كثير عليهم اليوم اللي اتخذت القرار السيدة قائد مشكورة والسيدة رئيس المركز الترابي ديال عين حروضة مشكورين اليوم انتما كتشوفوا الحمد لله دابا انا حتى الناس اللي كيجوا عادي الناس كيجوا مرتاحين كدوز الامور بخير واحد كيتقد على خاطرو كل واحد يقضي غرضه وامور غاديه كيما تقدر تدوز بالسياره ديالك ما تقدرش تدوز بالسياره ديالك على الرجلين تسمع الهضره خايبه الغوص الصداع الكلام من شي وادات حشومه حشومه عيب وعار نوصلوا لهاد الحاله هادي نتمنى حتى الناس ديال الجماعه تما يتحركوا شويه تحركوا ويديروا حل لهاد الاسباب لهاد الاسباب اللي متراكمه في جميع القناة يديروا لها حل ويديروا حل حتى الجانب السكة الحديدية اللي قريبا الامل امل واحد وامل جوج قلت هي ولات واحد الحالة كارثية ولات واحد سميت واحد البلاصة خاصة ب المتسربين باش ترجع تدوز منها وتما كيكونوا باعين مسؤولين وكتقدر ترجع تدوز وتقدم عندهم حاولنا حاول نظر معه بس حاول يبعد حسب هاي الصورة أنا أسبوع الاتية حتى الناس اللي جالسين حاول الناس مرتاحين اللي كنت كتسمع الريحة وكتسمع الهضرة خيبة كتسمع الهضرة خيبة والريحة شو ما عيب وعار عيب وعار تسمى الحالة هذه نتمنى إن شاء الله أن الأمور تدوز على ما يرام
انا دايره معاهم بحال المصنع الفار الكراو الله يهديهم بحال المصنع الفار الدور اللي من هكا دوز لك هو من هكا شي من هكا دوز لك انا مشكوره السيد القائد بالنسبه للمساعده والدرك الملكي على المجهود الكبير اللي كيقوم به لان البلاصه هذه راه بلا حول ولا قوه الا بالله كتغطي شويه صافي غتولي ولا متطبيقا نشكركم ونشكركم على اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله بعد قليل انا احنا معكم كلام. كما صحاب كتبو السيد القائد كتحاول تعطي التعليمات ديالها بس حتى واحد ما بقى يحط هنا حتى واحد ما بقى يحط هنا لان هنا مش انا بقيت لانهم بحال مش مطار هنا التعليمات صارمة حتى واحد ما بقى يحط هنا هنا هما من برا مشكورين كنتمناو الناس اللي يحاولوا حتى الناس اللي سطوا هذا السيد القائد يديروا واحد الحل الجهة اللي قربت السكة الحديدية الجهة تاولة ولا فيها على حالة كارثية ولات حالة كارثية مجموعة ديال الناس كيتسكاو من الأجبال من في تعلم الزوالين هنا راه هي راه تركوز من هنا بس تقدر تطوح توقف لا هو متبقى